اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده لكل ام بتتابعنا في انحاء العالم، في مصر وفي خارج مصر والدول العربيه والدول الغربيه، احنا مش شايفين في كل الدنيا الفضائيه المصريه والقناه الاولى. مدارس، واعتقد برضو توقيت المدارس برضو بره في نفس التوقيت على ما اعتقد. يعني احنا عايزين نعمل سندوتشات للمدارس ونعمل اللانش بوكس واولادنا يستفيدوا بالاكل اللي احنا بنعمله، وبيهمنا قوي بعد ما بنطلع من المدرسه اكلت يا بابا الاكل اللي انا حاطه لك في الشنطه بتاعتك، اذا ما كانش اكله بنزعل، اكله بننبسط قوي، وسعاده الام بابنها ان ياكل الحاجه دي سعاده لا تعد ولا تحصى. فانا دوري النهارده اساعدك تعملي حاجات لطيفه وبسيطه بقدر الامكان. انت لو عملت اي حاجه بالتاكيد هتكون احسن مني، وابنك وبنتك هيحبوها احسن من اي حد في الدنيا، ولكن انا اساعدك واديك افكار. الاضافات والافكار بتاعتك انت بقى دي حاجه تانية. النهارده هنعمل حاجات بالعجينه البيف باستري، حاجه زي البيتزا كده، هتاخد جبنه وتاخد لحمه بارده، يا اما لانشون يا اما ممكن سلامي باسترما، ولادك بيحبوها مفيش مشكله، بس هي الفكره ان العجينه جاهزه في السوبر ماركت وبتسهل عليكي تعملها، مش تاخد منك 10 دقايق، بتعمليها وتعمليها من بالليل وتحضريها. معانا موز النهارده هنعمله بالشوكولاته، هنشوفه نعمله ازاي بعجينه الكريب، حشوه الشوكولاته الموزه زي ما هي، هتاخد فليفر وتاخد توبنج من الشوكولاته البيضاء او الشوكولاته الغامقه، ونعملها في عجينة الكريب لطيفة وجاهزة، وممكن تستبدل عجينة الكريب بعيش عادي اللي هو العيش الشامي المدور. معانا كمان تشكيلة البيتزا، البيتزا يا إما زيتون أخضر يا أسود، وعندنا لحمة باردة، سجق، مجانج، جبنة موزاريلا، الحاجات بتاعة البيتزا المعتادة. هنعمل مافن، وميزة المافن ده إنه ممكن يقعد عندك أسبوع، يقعد 5 أيام، كل يوم تدي الشريحة منهم تحطيها في اللانش بوكس بتاع ابنك زي الفل، وتبقى لطيفة وسهلة. معانا توست النهاردة كمان، اعتقد ان كيس التوست ده في اي سوبر ماركت على ناصيه الشارع هتجيبيه وتعمليه طبعا بالتفاح. ازاي نعمل شرايح التوست محشيه تفاح من جوه، تحط لها قرفه، تحطها فانيليا حسب رغبه ولادك. يعني الحلقه النهارده للامانه مخرجنا بيسال بيقول لي الكاونتر مليان، قلت له حلقه مشقه، بس انتوا تستاهلوا الواحد يعني يعمل كل حاجه حلوه عشان انتوا بتحبوني اكتر ما انا بحبكم. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل ام سعيده باولادها ان شاء الله. هنروح فاصل صغير وركز معايا لان الحلقه فيها شغل كتير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي النهارده الحلقه فيها شغل كتير، فيها تفاصيل كتير، وفيها معلومه غير معلومه، وفيها افكار بسيطه وسهله باقل تكلفه. يعني لو حبينا نبص كده على الكاونتر بتاعنا مفيش حاجه جايه يعني من زي ما اقول لك لبن العصفور وحاجات مش متواجده، الموز عندنا على اي عربيه، الشوكولاته موجوده لقيتها في الادراج بتاعه الثلاجه، الزبده دي موجوده في باب الثلاجه، شويه السجق اللي هم ده من عند البقال، شويه زيتون اخضر واحمر واخضر واسمر انا جايبه عشان برضو ما نستخدم الكل، ولحمه بارده او لانشون، وده بنجيبه كل يوم واحنا راجعين من الشغل مع العيش الفينو. انا بس ببسط الموضوع عشان لما تخش المطبخ تعملي لاولادك سندوتشات، انا مش جاي اعلمك، احنا مش هنعلم الام تاكل ولادها ازاي بالتاكيد. يعني اعتقد اللي عندها البيبي بتاعها وعندها اطفالها الحلوين هي ادرى في ان هي تعمل له الحاجه الحلوه اللي بيحبها، والولد بيكون مفتوم على يد امه، ده اساسي، عشان كده الجنه تحت اقدام الامهات. ولكن انا بساعدك بافكار حلوه علشان نعرف القيمه الغذائيه اللي ولادنا بياكلوها، لازم لما اكلهم حاجه يستفيدوا بالعناصر الغذائيه اللي موجوده في الاكله، لان في سن بيقف عنده خلاص النمو 20 سنه تقريبا، العلم قال كده وممكن يكون اكتر من كده، لازم طفلك يتغذى في المراحل دي الاولى من العمر. معانا تفاح على النار انا بسلقه بجهزه، تفاح اخضر واحمر بيتسلق في محلول حامض اللي هو ميه وعصير ليمون عشان ما يسودش، عايزه يستوي. ومعانا الشوكولاته هنسيحها برضو عشان نكسب وقت، حمام مائي بسيح الشوكولاته، ممكن الغامقه وممكن البيضه منها اهو بالشكل ده كده، واحطها على النار. حاضر يا فندم، هنعمل كل حاجه، هنسيح الشوكولاته مع بعض زي الفل اهو، نكسب وقت كده، دي تحضير بس شويه كده، بنحطهم على النار وبعدين نتكلم في الموضوع. ادي الشوكولاته بنسيحها شويه اهو زي الفل، خلصت من الشوكولاته، حلو الكلام. بنحط شويه حليب علشان الشوكولاته بتاعتي ما تبقاش كثيفه بالشكل ده كده، واخليها على نار هاديه كده. الحاجات اللي بتتجهز دي المفروض انت تعمليها في المطبخ عادي وانت شغاله،
دخلت المطبخ في تحضير اللي هو الميزنبلاس. حلو الكلام. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف هنبدأ بإيه الأول عشان هدخل الحاجة دي الفرن بتاعنا. ومطلوب منك لما تقف في المطبخ ما توقفيش وقت كبير، يعني انت دخلتي انا بحضر النهاردة اربع حاجات واربع افكار حلوين، انت بتعملي واحدة منهم مفيش مشكلة، على مدار الاسبوع بتعملي الاربعة، ده عادي جدا. هنبدأ بأول حاجة المافن. المافن ده تشكيلة من الخضار، تشكيلة من اللحوم، لحمة باردة، لحمة مفرومة، فراخ، والمقادير بتاعته على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. معانا زيتون اخضر واسمر، ومعانا مجانج او سجق، ومعانا فلفله ملونه، شويه بقدونس حلوين، البيض وزيت زيتون وحليب وبيكنج باودر. دي المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك او اكتبيها ورايا حسب الرغبه. الفكره كلها ان المافن ده حاجه زي الكب كيك ونفس المقادير، ولكن بتبقى طبعا الحشوات بتاعته حشوات مختلفه. انا عايز بس ابسط لك الموضوع. طبعا انا مركز هنا علشان الشوكولاته عايزه نار هاديه تسيح عليها كده زي الفل في حمام مائي. زي الفل. تمام، هنبدا نشتغل في المافن بتاعنا ونشوف ايه تركيبته مع بعض. زي ما قلت لحضراتكم المافن عامل زي الكب كيك، ولكن الميزه بتاعته ان بيقعد وقت كبير عندك في البيت، يعني ممكن تعمليه يوم الجمعه من بالليل او السبت، الاولاد طبعا اساسي اجازه من المدارس، يقعد عندك طول الاسبوع ياكلوا منه مفيش اي مشكله. معانا من البيض ثلاث بيضات زي الفل، والبيض لازم يطلع من التلاجة مسبقا لو كان في التلاجة بعشر دقايق أو ربع ساعة بالشكل ده كده. بالمضرب هنضربه علشان البيض يختلط أو يتقلب بسرعة معاكي. الطبيعي بتحطي مادة دهنية، الزيت طبعا، لو بتعملي حلو بتحطي السكر أهو سريعا. مافن بالخضار او بالفواكه اذا انت حابه تعمليه، تحط فيه موز وتفاح، تحط فيه كريز، تحط فيه عنب، تحط فيه كيوي، زي ما انت عايزه كده. البيض اهو ده درجه الخفق بتاعته. بننزل بالحليب، قليل من شويه ملح زي الفل، بس دي المرحلة دي خلاص. تعالوا مع بعض، معانا الدقيق بتاعنا في المقادير بتاعتي، بيكنج باودر كأنك بتعملي كيكة عادي. شيل الحاجات دي من هنا، البيكنج باودر بنحطه على الدقيق كده يتقلب لوحده على حدة أول بأول كده، بترفعي الحاجة. مطلوب منك مطبخك ما يبقاش مكركب علشان كمان يديكي طاقة إيجابية تقف في وقت كبير. نقلب البيكنج باودر مع الدقيق بالشكل ده كده اهو. هقول معلومة هنا بقى، معلومة مهمة جدا، التركية بتاعت المغازي المعتاد عليها ايه هي؟ الحشوة التوبنج بتاع المافن ده فيه سوائل، يعني مثلا فواكه هتنزل لنا سائل، فهنا بنقلل كمية السوائل في المعيار بتاعي. التوبنج بتاع المافن فيه لحوم يبقى مفيش سوائل، فيه جبن بنقلل السوائل، وهكذا. ده مطلوب منك بتعملي عملية نسبة وتناسب في المقادير. نزلت كده اهو زي الفل، نقلب ده كده. عندنا قالب بنتينه سمنه او زبده، حلو الكلام. وبعد كده بنحطه في التلاجه كده، العيار زي الفل معايا اهو. استفيد بقى بالايه؟ عندي فلفله ملونه، بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيله لطيفه وحلوه. ده سجق منه الفراخ ومنه اللحمه، فلفله ملونه الاولاد بيحبوها في التفاصيل بتاعه الحاجه، في اولاد بيحبوا ياكلوا الفلفله دي زي ما هي. على فكره الفلفله دي غنيه في فيتامين سي، مش الجوافه وبس فيتامين سي، مش الليمون وبس فيتامين سي، مش اليوسفي بس فيتامين سي. شفت كل ده خضار. وبقدونس عليها كده زي الفل، حاطط ملح انا في التفاصيل من جوه زي الفل. لما نيجي نتكلم بقى عن الحاجة اللي قدامنا دي كده بالشكل ده كده، فيها تفاصيل كتيرة على فكرة، فيها حاجة كل العناصر الغذائية موجودة، إذا كان في الفواكه في الخضار اللي أنا حاطه، أو في الزيتون وشوية الزعتر البري الحلوين اللي أنا بحبه ده كده دايما معايا،
بالشكل ده كده اهو، دايما تقوم معايا لما في بدايه الاسبوع بجيبه يقعد معايا طول الاسبوع. مع المافن بيدي فليفر حلو قوي. اقلب كل ده مع بعضه، بستعين هنا بشويه حليب واقلب كده. خلي بالك وجود البيكنج باودر هنا بيعمل ايه يا عم الشيف؟ بيخلي لك المافن بتاعك ده هش. شفت المقادير اهو، اقلبها بالراحه خالص عشان كده مش بقلب بمضرب. بالنسبتيولا كده بتقلبيها اهو، شفتي اهو تقليبه كده فوق وتحت. هناخد كل ده يا عم الشيف وعندنا القالب بتاعنا. واحده واحده خلص. درجه حراره الفرن عندي 180 والفرن يكون شغال مسبقا اهو. حلو الكلام اهو. القالب ده ما عندكيش القالب ده، بس عشان برضو ايه قاعدين بنشوف الشيف المغازل دلوقتي بيجيب حاجات صعبه. طب والحاجات دي اجيبها منين؟ انا كلمت جوزي ما جابهاش. طب يعني انا عايز اعمل ده لاولادي عادي، ممكن في صينيه البيتزا العاديه خالص، في بايركس زي اللي معايا دي كده مفيش اي مشكله. خلي بالك يعني الموضوع سهل جدا، بس لازم تتبع نفس الخطوات اللي انا اشتغلت بيها. السهل الممتنع، السهل والبسيط والبساطه عندنا. ده ازازه اهيت عادي ممكن تشتريها من اي محل. نفس الطريقه، بتتينيها سمنه او زبده وشويه دقيق وتخليها عندك. انا جايب قالب بس عشان يبقى الشكل طبعا بالشكل المستطيل المتعارف عليه. حلو الكلام. وناخد كل المقادير دي كده وننزل هنا بالشكل ده كده اهو. ولازم طبعا يبقى بنسبة وتناسب في قلب القالب، ما تبقاش شوية عاليين وشوية واطيين يعني اهو، او في مكان فيه كمية كتير وفي مكان كمية قليلة. ده فيه كل حاجة. وبعدين ايه المشكلة لما اسأل الأولاد؟ ممكن يقول لك يا ماما ما تحطليش زيتون أسود، أنا بحب الأخضر. أنا شخصيًا بحب الزيتون الأخضر، ما بحبش الأسود. من صغري ما بحبش الأسود الزيتون، بحب الأخضر دايمًا الحلو، بحس فيه طعم الزيتون. حلو؟ عندي بولة. البولة دي بحط شوية حليب. شوفوا بس أنا بعمل حاجة كده صغيرة أهيت. أهي. عايز اساوي الـ القالب ده اعمل ايه؟ لو حطيت المعلقه هيلزق فيه. شفت انا بعمل اهو. شفت ازاي؟ تشوف المعلقه؟ ده الشغل. تمام. موضوع بسيط خالص، شويه حليب صغيرين اهو. وعلى فكره انا هحطهم مع العجينه دي. هستفيد بيهم. اتفضل. شفت ازاي؟ بساوي ده كده. شويه الحليب دول على الوش عشان ما تنشفش معايا. شفت بقى التركية؟ شفت الشيف المغازي مش بخيل ازاي بالمعلومة؟ أنا لما أحط المافن ده في الفرن وشه هيسود شوية. هياخد نار لأنه هو غير الكيكة، على ما يطلع معايا والخضار اللي موجود فيه والجو ده. فأنا حطيت شوية حليب صغيرين كده أهو. واستفدت بالحليب ده قبل ما أحطه. إداني فرصة إن أنا أساوي القالب كده وبقى شكله لطيف من الفرن. بس خلاص. في درجة حرارة الفرن 180 يا عم الشيف هندخله الفرن. صدقوني بجد، انت لو عملت ده من ليله الخميس او من يوم الجمعه وبقى عندك في الثلاجه هتقدر جوزك رايح الشغل تديله شريحه حلوه، يعني اصبح انت تاكلي منه عادي، فطار الصبح هنتجمع عليه، في كل حاجه بقى، في بروتين وفي نشويات وفي كربوهيدرات وكل حاجه حلوه. هناخده كده وندخله الفرن زي ما هو. عينيا الاثنين. زي ما هو كده زي الفل. ننظر له النظره الاخيره. يلا يلا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف أفكار بسيطة وسهلة غير مكلفة مالياً ولكن قيمة غذائية عالية جداً تعلو قمة الهرم، تناسب الأولاد الصغيرين وكمان الكبار. وبألف هنا وشفا وكل سنة وأنتم طيبين. اطرحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأفكار بسيطة وسهلة، وما زلت هقول انك تقدري تعملي كل حاجه نفسك فيها بافكار بسيطه وسهله. يعني ايه يا شيف؟ يعني مش لازم نكلف الحاجه جامد قوي ونصرف فلوس كتيره قوي عشان نعمل فكره. ممكن الفكره دي تكلفنا فكريا اكتر ماديا وفكريا اكتر ذهنيا قليل جدا. حلو فهمتوها ديت؟ تاني. يعني ممكن الفكره دي ماليا تكلفنا كتير بس ذهنيا قليل، وفي نفس الوقت العكس. انا معايا عجينه البيف باستري، اولادنا بيحبوا البيتزا. طب انا هصحى من النوم
او ان انا بقى اقضي الوقت اذاكر لهم واشوف واجباتهم ولا اعمل عجينه بيتزا. ما البيتزا بناكلها مثلا بفترات كبيره وقعدنا كلنا فتره واكلوها بره والجو ده. عجينه بيف باستري بتشتريها من اي سوبر ماركت بقدرها على الشاشه، بتشتريها الباكت فيه 10 مربعات، بتعملوهم على مرتين او تعملي كميه وتخليها عندك. معانا جبنه شرايح بتاعه البرجر، معانا لانشون، معانا برضو شويه بواقي من الموجوده بتاعه المافن، فلفل على زيتون ده موجود معانا، معانا جبنه موزاريلا، معانا بصل لو الاولاد بيحبوا البصل عادي، ما اعتقدش ان هم هياخدوها بصل في المدرسه، هيتغدوا بيها نحط لهم بصل مفيش مشكله. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله. انا فارت هنا 6 مربعات في الازازه البايركس، معايا هنا كمان باقي من الستة، باقي من العشرة 4. حلو الكلام. هعمل ايه بقى هنا عشان كده عايز اعملها معاكم؟ اهو بقطعها دي نصين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده حلوة، باخدها زي ما هي كده واحطها كده. شفتوا الناس عاملين ايه؟ يعني عاملين بين كل شريحة والتانية ورقة زبدة علشان ما تلزقش. انا فاهمك اهو، قبل ما تفتح الاربيز بعرف انت عايز ايه يا باشا. شفت ازاي؟ حلو. دي احنا هنحط دلوقتي حشوات عليها زي الفل. طب يا شيف مغازي، دي انا في المنطقه اللي انا ساكنه فيها، ممكن في الريف في الصعيد الجميل اللي بوجه لهم تحيه كبيره من مازبيرو، مش موجوده العجينه دي. طب اعمل ايه وعايز اعملها؟ خالص ما تتعبيش نفسك، هتجيب كوبايتين دي من المخزون اللي انت مخزناه من الدي، ومعاهم ربع كوب من الزبده الطريه زي اللي معايا دي كده بدرجه حراره المطبخ، وبيضه، وتعجين عجينه الملفي ديت، اسمها عجينه الملفي او البيف باستري عشان المسميات بتاعتها. الميزه في العجينه دي الزبده فيها بكثافه عاليه جدا، وبتبقى ورقيه عامله زي عجينه الكرواسون. لو انت بتعرفي تعملي الكرواسون او الباتيه نفس المكونات بتاعته. حلو الكلام. انا فردت دول في الصينيه اهمت ميني بيتزا. حلو الكلام. ودي خليها الكبيره دي لجوزك. حلو الكلام. طيب تعالوا، عايزه تحشيها بقى مع بعض احنا زي الفل. مفيش صوص بيتزا هنا، ممكن نحط حاجه غير صوص البيتزا، شويه كاتشب مثلا اختياري يعني. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم نعمل ايه بقى؟ حاجه كده لطيفه، الحاجات دي حلوه قوي على فكره، تبقى حلوه كده وسلسه مع كوبايه الشاي اهو زي الفل كده. حاضر. طبعا في اسئله بتتسال لنا واحنا شغالين مع بعض. البعض بيسال، كان في سؤال جالنا الكشك الابيض، طبعا في الصعيد الجميل بيعرفوا يعملوا الكشك اكتر مني واحسن مني. الكشك الابيض يعني ايه كشك ابيض؟ يعني كشك ما بياخدش صوص طماطم، شوربه البط، شوربه الفراخ، شوربه الحمام اللي موجوده عندك. حلو الكلام. تغلى على النار، بتنقع الكشك في شويه شوربه وشويه ميه، وتسقط الكشك في الشوربه دي، بقى كشك ابيض. كشك ابيض عايزاه احمر، بتحطي طماطم مضروبه في الخلاط او صلصه طماطم. ده بالنسبه للكشك الابيض اللي حبيبنا سال عليه. شريحه جبنه اهي على العجينه دي، فكره من الافكار يعني، واحنا مع بعض. معانا كمان موز هنعمله مع عجينه الكريب بالشوكولاته. ده سهل برضه، خلي بالك. بتجيب الموز زي ما هو سليم كده، والكريب بنعمله بحجم الطاسه اللي موجوده عندك، وبكون عندك صوص شوكولاته زي اللي موجود معايا على النار. انا بس بشرح يعني علشان نسهل على نفسنا، لان وقت الحلقه بتاعتي محدود. وبتلف عجينه الكريب بالموز المغلف بالشوكولاته وتتقدم زي ما هي. حلو الكلام. عايزه ترصيهم في بايركس وتدخلهم الفرن شويه مفيش مشكله، هنا الموز هيطرى شويه، ده اختياري. ولكن وانت بتعملي اللانش بوكس لاولادك، بتعملي لهم وجبه، الوجبه بتاعتهم، حط في الاعتبار ان هي هتكون معاه جو حر، الحاجات اللي ممكن مش بتبوظ. بلاش البيض المسلوق، انا ما بحبوش يطلع من البيت. البيض المسلوق طلع من البيض اتقلت كرامته، يعني ما بيطلع ريحه. انا اسلق البيض اكله وهو سخن كده، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح، اكل 5 6 واسمي بسم الله. خلي بالك. معانا لانشون زي الفل،
بنعمل كده حاجات لطيفه اهي زي الفل اهو على الوش. دي فكره، مش بيحب اللانش بيحبوا البسطرمه، حط بسطرمه هتبقى حلوه اهو. شفت الجو ده كده؟ صحتي بدري قبل ولادك بعشر دقايق بنص ساعه بتجهز الحاجه دي مفيش مشكله، عملتها من بالليل. اهلا وسهلا معانا فلفل اهوت. نحط يا فندم روز بيف اللي احنا حابينه، بيسالوا نحط روز بيف، نحط روز بيف اهو. نحط هوت دوج قلبيها كده اهو، نحط فلفل اصفر هنا، نحط زيتون اختياره، طبعا هنحط في الاخر جبنه موزاريلا. درجه حراره الفرن عندي 180. في حاجات بقى الاولاد ايه بيحبوا ياكلوها بره بقى، يعني ايه تساليه تقول له يقول لك اكلت ايه النهارده يا ماما، طبعا بتساليه عملت ايه النهارده، مبسوط، كله تمام، زي الفل، اكلت ايه، قال لك اكل مثلا في المدرسه شيبسي مثلا، ياكل دي اكل، اعملوا له شيبسي في البيت، قولوا له يا حبيبي ده الشيبسي انا بعمله لك ده احسن من اللي انت بتشتريه من بره. واحده واحده كده يفهم، لازم يعرف، المعرفه بالشيء واجب. لان يا بابا انا بغسل لك البطاطس ده زيت نظيف ده، وتفهميه قالوا له كل حاجه يعني، بس مش هنقول له طبعا ممنوع تاكل بره، لا بالهدوء هيعرف هو. حلو، الحاجات دي مطلوبه منك يا امي. زيتون، في امهات بقى تستسهل، تسيب لي الواد ال 20 جنيه وعارف مكانها زي الفل زي الهلوبه ياخدها الصبح وخلص الكلام. انا كده واخلص بقى، لسه عم اشيل الايس بوكس ويقع مني وده يخطف، انا اخد ال 20 جنيه اضربها في جيبي واروح على اي سوبر ماركت اشتري لها. يعني برضو دي يعني ايه سلوكيات مش عايزينها. زي الفل كده تمام، الحشوه دي زي الفل. معايا جبنه موزاريلا، نوعين من الجبنه، الجبنه المطبوخه اللي هي الشرايح بتاعه البرجر، والجبنه الموزاريلا كده احطها على الوش. درجه حراره الفرن عندي 180 وادخلها الفرن بقى. ايه المطلوب من الفرن هنا؟ العجينه اللي تحت دي هتستوي، والحشوه اللي هو التوبنج اللي عليها هيستوي زي الفل. ايه رايك فيها؟ زي ما عملنا الكبار دول هنعمل الصغيرين، بس عشان نوصل الفكره لكل ام بتتابعنا دلوقتي، نفس الفكره زي ما عملنا دول هنعمل دول. حلو، تعالوا نفتح الفرن ونشوف الدنيا عامله معانا هنا. يلا مع بعض الفرن. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بص على المافن بقى وشوف جماله وحلاوته. المافن بتاعنا الجميل. بننزل الشبكه دي تحت، عينيا اهو. حلو، ايه ده، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، والصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. يلا هو ده. يلا شفتوا ازاي، دول ست وحدات حلوين قوي، الف انا وشفا. يلا الله، حلو حبيبي. يلا من اللوكيشن ده ومن الموقع ده من جنب الفرن، خلينا نطلع فاصل صغير، لسه عندي شغل كتير. عندي موز اعمله رولز مع عجينه الكريب، معايا توست برضو للامهات اللي هم ما عندهمش وقت حاجه سريعه الصبح، بس التفاح تسليه وتخليه في الثلاجه، والموز عندك على الترابيزه بقاله 3 4 ايام جوزك جايبه وزي الفل. انا بسهل لك الامور، وانا متاكد انت لو دخلت المطبخ هتعملي الحاجه دي احسن منك، لان انت بتعملي لاولادك ضناكي حبايبك فلذت كبدك، فلازم هتعملي حاجه حلوه. خلينا نطلع فاصل صغير وانا بساعدكم. هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف الفرن فيه ايه. طبعا فيه مستقبلي، فيه مجهودي، حلو الكلام، فيه اللي هيقولوا لي ولادي تسلم ايدك يا ماما. معانا المافن تحت خلاص على ما اعتقد، يعني قدامه دقائق معدوده ويطلع. خلونا نطلعه فوق، نبدل عمليه تبادل، يعني نطلع العجينه، ننزل العجينه تحت ونطلع المافن فوق، واحده واحده كده علشان الموضوع يبقى ايه في الشياكه. حلو قوي، ناخد ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ده المافن بتاعنا، نبص عليه بصه كده هنا ولا ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد ده كده ننزله هنا. حلو، ونطلع ده زي ما هو كده فوق.
لان الاثنين في الفرن. المافن جميل ازاي، بس انا عايز اقول حاجه بس للساده المشاهدين. التركايه زي ما عملت امبارح كده، معلقه الميه جوه الكبده، شويه الحليب اللي انا حطيتهم وانا بساوي المافن بالمعلقه لهم دور كبير جدا، ما خلوش المافن ياخد وش بسرعه قبل ما يستوي من جوه. دي التركايه هنا بقى. هنحط ده كده في الفرن ونسيبه. طيب يلا، ابعد عنه ولا اقفل؟ قول لي ولا ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه ده؟ نقفل الفرن. تعالوا مع بعض نشوف عجينه الكريب معانا، وهنعمل الموز رولز بعجينه الكريب مع الشوكولاته. حلو قوي. المقادير على الشاشه، المقادير على الشاشه. حاضر. حلو قوي. هعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا موز ومعانا عجينه الكريب لطيفه وجميله. حلو قوي. ومعانا طبعا شويه شوكولاته زي الفل، حطيناها في حمام مائي. حطينا شويه زبده وشويه حليب على الشوكولاته. ساحت معايا بالشكل ده كده اهو. ممكن تعمل دي الشوكولاته اهي. اي قالب شوكولاته بتحطيه في شويه حليب وشويه زبده بيديك القوام ده كده. ما عندكيش قالب الشوكولاته، هاتي كاكاو وهاتي شويه نشا وشويه حليب، وداوب الكاكاو في حليب ونشا وحطيهم برضو بنفس الطريقه، يعني مهلبيه خفيفه زي الفل. تمام، هنخلي ده كده جنبينا واحنا شغالين. واحده واحده زي الفل. ناخد عجينه الكريب الحلوه دي كده. تعالي سامحوني بقى لو كلت واحده. والله شفت العجينه زي الفل اهي. باخد الشوكولاته بتاعتي بحطها هنا كده، بنسيبها تبرد بقى. الشوكولاته اول ما بيجي لها الصدمه التبريديه هتلاقيها مسكت دلوقتي نفسها. بس خلاص. معانا الموز، هات موز وانت جاي معاك يا حماده. الموز طبعا كل اللي اسمه حماده دلوقتي فطسان من الضحك. ليه بقى؟ بيجيب الموز الراجل الطيب، يقعد عندنا يومين ثلاثة أربعة، قشرته تسود، مصيره فين ما أعرفش. شفت الموز كده يتاكل على طول، ألف أنا وشفا. زي الفل. هنقدمه كده شكله مش حلو بصراحة. نعمل حاجة لطيفة أوي، إحنا ورانا حاجة. على بلانشة صغيرة كده، السكاكين الصغيرة بتاعتنا الحلوة. اللهم صل على النبي، ونقطعه. الطبيعي ان لما بنحط شوكولاته على عجينه كريب بارده ايه اللي بيحصل؟ الشوكولاته بتشد نفسها. خلي دي كده على جنب. حلو قوي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه النشاط ده؟ ده الموز اهو. انا هدفي ان احنا ولادنا لما بيبقوا جعانين بياكلوا اي حاجه، يعني ممكن معدته تقفل بكيس شيبس. الشيبس ما فيهوش فايده، ما فيهوش قيمه غذائيه عاليه قوي. بطاطس يعني ده شوياته كربوهيدرات، انما لما ياكل موز زي ده يعني بوتاسيوم، يعني الذاكره، يعني شوكولاته ميوده عاليه، يقول لك تسلم ايدك يا ماما ويديكي بوسه. هنا الهدف بتاعك، احنا عايزين نوصل معلومه لكل ام. انت بتعملي والله العظيم، وانا عارف الكلام ده لان انا مفتوم على ايد امي، بس كانت بتعملي البيض المسلوق. حلو الكلام. وتدحرجولي في سمنه بلدي. ده اللي كان موجود وقتها بقى، ما كانش الكريب ده ولا تعرفه يعني. حلو الكلام. نتكلم الحقيقه ماشي. ولكن البيض مفيد وكل حاجه، ما اختلفناش، بس دلوقتي الاولاد خلاص شايفين بره الموضوع مختلف. في سوشيال ميديا، في صور بيشوفوها على التليفون، في حاجات كده غريبه، فاحنا عايزين نعمل لهم حاجات زي كده. فدورك بس حاجات مفيده صحيه. موز يعني بوتاسيوم يعني معادن، تفاح يعني برضو قيمه غذائيه عاليه جدا، بيساعد على نشاط الدورة الدموية والقلب، والتفاح مفيد للقلب بأليافه بسكرياته. ادي صباع الموز، وادي عجينة الكريب بتاعتنا. نعمل واحدة كمان. أنا عارف الموضوع عاجبك أنت بالشوكولاتة. حاضر عينيا. لا أنت ابن حلال، قال لي المافن، لأن هو المخرج شايفه ومسجل صورته فهو جاهز. بس خلينا احط الصباع الموز ده كده. شفت انا بعمل الشوكولاته بتمسك في العجينه والفها. خلوا بالكم الموز
بيتاكسد بسرعه زي التفاح والبتنجان فهيسود مننا، فانا حطيت التوبنج الشوكولاته التغليفه دي علشان الموز ما يسودش. خلي بالك اهو بلفها كده، انسى الموز هيتنه معاكي عمره ما يسود. اهو اهو زي الفل، هطلعه دلوقتي. تمام اهو نعمل كده اهو، نقطعها كده. جايبين لي بقى ايه، علبه لانش بوكس كده، بيقولوا لي دي ب 50 جنيه. عجبتني شكلها والله، يعني انا لو ترجع بيا الطفوله تاني اجيبها، شكلها حلو. هنشوفها مع بعض دلوقتي، هنوريها لحضراتكم ازاي نستخدمها. نطلع المافن، صلي على الحبيب قلبك يطيب. نقدمه هنا كده، ده المافن بتاعنا. عينيه، ده المافن بتاعنا، هطلعه هنا كده قدام عشان يبان بالصوره. طبعا ده ما ينفعش ان هو يتقلب او يتشال من القالب بتاعه الا لما يبرد. شكل تاني التركايه، السر في معلقه الحليب اللي انا حطيتها على الوش وانا بساوي القالب بتاعي، فخلى الجبنه او خلى الحشوه او التوبنج بتاعنا من على الوش ما يحمرش بسرعه الا لما كل حاجه تستوي من جوه. حلو، نيجي للموضوع ده، دي اختراع يعني، هم دي افكار، انا مش بقول لك اشتريه يعني، ممكن تجيبيه عادي من المصروف عادي مفيش مشكله. في هنا متقسم اهو، احنا ممكن نحط هنا مثلا على البيتزا اللي هي في الفرن دلوقتي اللي هي معموله بعجينه الملفي، وهنا بقولوا لي في هنا فتحه حلوه هنا، في هنا اهي اهي. ايه ده؟ ايه الاختراع ده يا شيفي؟ كان الكلام ده على يمك؟ اهو هو ده، اهو تتحط هنا كده، ياه يا دلعك. اهو اهو حلو قوي، بس نملاها بقى. اهو ده الموز هنا، اهو وجواه شوكولاته. برضه دورك انك تقولي لابنك او بنوتك الحلوه، لقيت البيبي او لقيت صاحبتك او صاحبك مش جايب الحاجه دي، دوقه. قول له ماما على فكره بتتفرج على الشيف المغازي. مين الشيف المغازي؟ طبعا الولد مش هيعرفنا ويمكن يعرفني، ده بيجي على القناه الاولى، عمل الحاجه دي لطيفه وجميله، ويبدا يتابع ومامته تتابع. حلو الكلام، يدوق. هنخلي دي كده على جنب، وتعالوا نشوف التوست بتاعنا هنشتغل فيه ازاي. اه خلي بالكم احنا متفقين ان الحلقه فيها شغل كتير، لكن مش هنشوف اطباق بقى ونشوف كبسه ونشوف مقلوبه ونشوف لا شيخ المحشي ولا الجو ده، احنا بنعمل حاجات لطيفه كده وفيها افكار يعني، عشان نبقوا عارفين ايه المضمون بتاع الحلقه وايه النتيجه بتاعتها والانتاج بتاعها. المافن بتاعنا هيتقطع بعد ما يبرد، انا عايز اعمل دلوقتي شرايح التوست بالتفاح، ممكن اعمل بالشوكولاته عادي. اه هي نفسها اهي، دي مش مكتوبه في المقرر عندك يا استاذه رحاب، هتقولي لي مقاديرها فين؟ هي طلعت معايا كده اهو، دي شريحه توست عاديه اه زي الفل. باخد الشوكولاته كده واحطها فيها اهو، احلى فطار ده مع كوبايه الشاي، مش لازم اجيب باكو بسكويت بالشوكولاته اهو، واحط دي فوقيها كده اهو زي الفل، وبالسكينه هقطعها حاجه خفيفه وسهله اهي. اتحط هنا فكره تاني، معانا برضو شرايح من التوست اهي، ومعانا تفاح. التفاح ده يا عم الشيف اتجاب واتسلق في محلول حمضي اللي هو عصير الليمون مع ميه، ممكن تحط عليه قرفه او ما تحطيش، بس انا بصراحه مش عايز احط قرفه، الاولاد ما لهمش ميول على القرفه قوي يعني، لو جوزك هياكل منها حط له قرفه، ده معانا وده معانا خلي بالك. ناخد كده، القرفه مفيده للقلب او بتنشط الدوره الدمويه. ادي التفاح بتاعنا اهو، بحطه هنا كده. نيجي بقى للتكلفه، التفاح من درج الثلاجه تفاحتين كانوا عندي، قطعتهم شرايح بالشكل ده كده وسلقتهم في المحلول الحمضي، وبعدين سبتهم اهرسهم بقى احطهم سلام زي ما كده مفيش مشكله اهو، وجبت الكيس التوست كده خدت منه شويه وعملت ده احلى فطار، ده الصبح بقى سريع اهو، اخد الشريحه دي كده زي ما هي اهي. ايه الصوره؟ ايه ده؟ ايه التفاصيل دي؟ اهو حطها كده واضغط عليها بايدي كده اهو، اقطعها بالسكينه نصين او اخليها سليمه اختياري اهو، بس لازم السكينه تنزل مره واحده اهو. ما احنا كده شفناها موجوده شرايح التوست بالتفاح اهو،
في اللانش بوكس. كل الاوردر كل المنيو بتاعنا النهارده في اللانش بوكس ده. حلو. ناخد واحده كمان. تاني. انا عايز بعد ما الحلقه تخلص نجيب ورقه وقلم كده ونقول احنا استفدنا ايه، المافن اللي الشيف المغازى عمله، المقادير بتاعه شرايح التوست بالتفاح على الشاشه، تفاح اخضر واحمر او اي نوع منهم مفيش مشكله، حطيناه محلول حمضي عصير ليمون وسلقناه وسكر وفانيليا، وهناخده كده بالشكل ده كده مع شرايح التوست. بالشكل ده كده. واقفلها زي الفل بالسكينه وقطعها نصين. حلو، لطيفة والله، دي ما أحلى فطار. السكريات اللي موجودة في التفاح، بس أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا حطيت سكر على التفاح، أنت ما تحطش سكر. يعني مش لازم، إيه رأيك تبص على الفرن وتشوف الميني بيتزا الجميلة الحلوة. هنطلعها بعد شوية. هي جاهزة. جبنة هي يا باشا. طلعها هي سخنة. جاهزة، اللهم صل على النبي. سخنة، أنا هجيب لها حاجة كده أحطها لها، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الشغل كتير النهاردة، كتير، بس كل الأمهات بتستاهل التعب ده. اللهم صل على النبي. حلو. برضه تتحط في اللانش بوكس عادي معانا. طب ده اتملى بقى، نحط فيه إيه تاني؟ زي الفل. على فكرة بقى، أطفال كتير بيحبوا الحاجات دي في اللانش بوكس، الفلفل ده الألوان. تقطع بالشكل ده كده. بنجيب خياره بنقطعها له بنحطها له هنا، مفيش اي مشكله، ونقفل ده نخليه زي ما هو واخليه اهو. بس في حاجه اختراع هنا، الشوكه وال الشوكه والمعلاه. ايه ده ايه ده، كان فين ده على ايامنا يا شفيق. حلو. زي الفل. في حاجات احسن من كده على فكره، وده كلام فاضي يعني، ب 50 جنيه في حاجات باسعارها عاليه، بس ده حاجه حلوه يعني، عجبتني بصراحه. جيب الالوان اللي اولادك بيحبوها، ما فيش اي مشكله. كل طفل طبعا له ميول للون، جيبها له عادي. حطها كده. تعمل ازاي دي يا ام شهد؟ مش عارف انا المعلقه دي. المهم ده يتحط كده ويتقدم، يتاخد مع الطفل او لابنك او بنوتك الحلوه، وتبقى حاجه سهله وبسيطه. عجبني قوي الموز الرولز بعجينه الكريب جواه الشوكولا. لو لاحظت هنا الموز مش هيسود خالص لان هو متغلف شوكولا، والتوست بتاعنا فيه منه التفاح وفيه منه طبعا بالشوكولا، والفلفله الملونه دي لطيفه فيتامين سي، واخده في العلبه بتاعته زي الفل. انا مش هقفله، انا هخليه مفتوح كده نشوف المافن اخباره ايه. طيب نشيل ده كده. طب انا عايز اعمل حاجه والله هتعجبكم قوي، برده مش موجوده في المقارنه. احنا معانا وقت قد ايه يا شباب؟ للامانه حلوه بجد يعني. انا بص الحاجات بتطلع معايا كده بتعجبني قوي. اللهم صل على النبي. جوزك بقى قاعد في البيت النهارده اجازه، وانت بتعملي فطار لاولادك، هتيجي تقول له توست وشوكولا، يقول لك هترجعيني لطفلي تاني، والراجل بقى هيحس ان هو في استخفاف، يعني انت خدتيه في السكه وماشي. لا لا لا، اعملوا له طبق مميز. الشوكولاته اللي ساحت معايا دي كده عندي تفاح، ده طبق مهلبيه جامد جدا، مهلبيه التفاح بالشوكولاته. برضه يا استاذ رحام مش في المقر، بره النص، خلي بالك. دي بره النص خالص. يا ويلي، انا لو انا في البيت يوم الاجازه ده الطبق ده مود عالي. في الشوكولاته، تفاح في الشوكولاته، كل ده. ده طبق مهلبيه لطيف وحلو. وهغرفه في الطبق كده واصب عليه الصبح. في الكاسات الحلوه. ممكن نعمل حاجه حلوه كمان حالا دلوقتي في مينت، عجينه الكريب اللي موجوده عندي نعمل بقى زي المحلات بتاعه الايه كريب المشهوره. زي ما هو كده. ركزي معايا بس عشان الحاجات دي مش موجوده في المقرر، خلي بالك هي بتطلع لوحدها كده، ده رزق زي ما بيقولوا. اجيب البلانشه دي كده بسرعه، واخد عجينه الكريب الحلوه دي كده. حاجات بتطلع كده للحلوين، واخد العجينه دي كده زي المطاعم المشهوره، واجي بالسكينه بتاعتي الحلوه. العب. الله عليك. ده فطار لجوزك بقى، هتقولوا له بقى ده انا عامله للولاد؟ لا، هيقول خالص انا عملته لك مخصوص يا حبيب قلبي. بس انت جايبه الحاجات اللي انت اشتغلت بيها. وناخد العجينه الحلوه دي كده. تفك كده. الله عليك خالص، ما ينفعش.
لازم عجينه كريم. اه شفت؟ اه حلو قوي زي الفل. اه دي مش موجوده. اه ده طبق تاني نخليه هنا. اه شيل المول ده كده. الف هنا وشفا. ده بتاعي انا بعد ما نخلص. حاضر يا فندم. نشوف العجينه بتاعتي الجميله الحلوه. ايه الحلاوه دي؟ ادي البيتزا بتاعتي. نغرفها ولا نخليها زي ما هي؟ حابين ايه يا شباب؟ اهي اهي عادي زي ما انت حابب اهي. بس انا عايزها في الطبق الحلو ده كده اهو. ومقرمشه بس سخنه على ايدك يا ام غازي. تستاهل والله. كل ام بتتابعنا دلوقتي بتستاهل اهو. دي لما تبرد طبعا بتبقى لطيفه اهو. ده طبق نخليه كمان هنا عشان نملى السفره بتاعتنا اهو. الله. حلقة النهاردة بساطة سهولة مرونة. قدرت أوصل كل معلومة وفكرة بسيطة لكل أم بتتابعني. وإن أنا دوري إن أنا بديكي أفكار حلوة، ولكن دورك كمان تسألي البيبي بتاعك والطفل بتاعك وأولادك أنتوا بتحبوا إيه؟ طبعًا تعملي لهم الحاجة اللي هم حابينها. ده مهم جدًا على فكرة. مش بتأكلهم أي حاجة وخلاص. ولكن عايز أنوه عن حاجة بكرة بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام وحضراتكم بخير. احنا مش بيفوتنا اي فرصه او اي مناسبه الا لما يكون لنا موقف معاها على شاشه القناه الاولى. موقف طبعا وفرصه المولد النبوي الشريف مفيش احلى من المناسبه دي طبعا في الدنيا كلها. ان احنا هنعمل حلاوه المولد. مش بقول لك ما تشتريهاش من بره، لان في عروض بره وفي افكار وفي محلات مخصوصه لكده وده الموسم بتاعها. بس انت لما تخش المطبخ تعملي نوع واحد ولا حاجه زي سمسميه او فستقيه او ملبن ايا كان، او جوزيه اللي بتتعمل بجوز الهند وقمر الدين، بتبقى لطيفه نوع واحد بس. وتقدمي لاولادك كده وتقول انا دخلت المطبخ عملت دي بايدي على طريقه الشيف المغايز، او كنت بتابع القناه الاولى ايا كان. قولي هتبقى حاجه لطيفه وهتكون احسن بكتير من اللي هي جايه من المحلات اللي بره وجوزك الدافع فيها فلوس وانت مصممه ان هو يدخل عليك بحلاوه المولد. دي عاده ما تتقطعش طبعا. وصله الرحم مطلوبه في الموسم في المناسبه الجميله. اللي زعلانين منه نخبط عليه ونديله حلاوه المولد. مش بنتكلم معاه، نخبط عليه ونديله حلاوه المولد. نزور حماتي بحلاوه المولد. ادعو ماما ليا اروح لها بحلاوه المولد. وده مهم جدا على فكره. مناسبه جميله وزي الفل. خلينا طبعا حلقه النهارده قدرنا نستفيد منها والمافن وعجينه البيتزا الجميله اللي هي البيف باستري، والحلو اللي طلع معايا بدون سابق اعداد اللي هو التفاح مع الشوكولاته بعجينه الكريب. وعجبنا قوي اللانش بوكس ده، هاخده واجري بعد ما الحلقه تخلص. رؤية فن ابداع بتشوفه كله على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.